يعني المركبة دي على طول جاهزة كده بالناس اللي فيها؟ مبدئيا ما اسمهاش مركبة، اسمها يخت. لا لا، على فكرة هي مركبة. يعني وانا شاريها على اساس انها يخت، بس ماشي مركبة. الناس دي بقى بتيجي كل يوم عشان شغلهم. هو يعني انت بتيجي هنا على طول يعني؟ لا يعني ولا كتير ولا قليل. على فكرة انا لسه شاري اليخت ده قريب. عايز اقول لك على حاجة مهمة. دي اول بنت تخش المكان ده. بجد؟ تقول لك على حاجة أهم؟ دي آخر بنت تخش المكان ده. مراد، متأكد؟ ده قراري والأيام هتثبت لك. تعالي. إيه؟ عايز أوري لك حاجة. تعالي بس. إيه؟ تعالي. إيه؟ بصي فوق.